ها؟ ماني براكد، العقل قر ذا الحين. ايه العقل قر شوي. ها؟ شنو مساعدك؟ تعال يا. اعطونا سوالف الجن اللي طاح له جن ولا شيء ولا جن؟ اي يما الجن شر هذا. لا والله صدق. لا والله عندي اي والله رح تكفى عبد الله. والله عندي خطوش من ال اي روح. اي والله عمرك ابو فانوس اقول له يا ربع ما ابو فانوس اسلم. انا كنت يا طويل وسام الصدق وانا يلحقني احيانا شكاً في شيء يطردني. والله كلامك كذا. اي والله ما اللي قد جاء الشيء ذا في شيء يلحق. ايوه تجيني يا تجيك والله تجيني. تعاين كذا تحس انه في واحد ورا كذا بخمك. يا يم ها عقلي ما قر ولا بحد منها. هذه لقت كل حال. يا صل تعال يلا ابشر احنا في سالفه انا فداك. الله الله ويجي يطلع. اسلم ابو اسلم يا من قال سالم هذه حصلت من السلامه في عندنا واحد من ربع احنا متكين في سمره زيدي تمام يجي لكم وشرواكم سمك الطيب متكين يطول عمر السلامه والوادي اللي احنا فيه معروف احنا متكين في شعب متكين في شعب معروف يا الربع كل ما جينا نروح نزمر هناك قابلنا واحد قال يا ولد انصحكم لا تروحوا للوادي لا تروحوا المحل ذاك ما هو زين حصلوا نفسكم اي وجي طول عمر السلامة وانتك حنا يمكن سبعة حولها واحد مليان لابس نظارات انت معي؟ معك كمل الله وادق على ربع من فوق السلام عليكم كيف الحال طيبين يا ربع تعال اسمروا معنا قال ابشر ليهم جو انا اللي ناديتهم اربعة اللي جو اثنين منهم من العيال حلو هل من مسولف وانا عني اضبط الضوء انت معي ويجي يا طويل عمر السلامه اذا اللي منحني ماسك عصا طويله احنا نوصل السالفه ايه ويفصل احنا في شعب يفصل ذا الاسلاك حقه النور اللي حاطينه ولينا ما نبصر لين ابصرنا شوي ان ذا اللي جاي دابسنا يا رجال والله ظني قريت نص القرآن في خمس ثواني من الرائع والله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله بسم الله الرحمن يا رجال يا رجال خليني أعلم خوي بنظارات سعى لين ينخش له في سلمه ما يشوف في الليل ضعيف والله العظيم انه سعى لين ينخش له في سلمه ددوف انا ما ادري اضحك ما ادري اخاف ما ادري احج ما ادري اخوي اللي اكبر مني علي راح يمسيه في الخير ابو عبد الله ويجي ما عليكم زود ما عليكم زود ويجي طال عمر السلامه وقع بالغيره يحذف والله وانا وقعت في التمر وراك يقول وراك اعوذ بالله من الشيطان وراك يحذف يا معاينا يا رجال انا منادي اللي اخوياي اثنين والاثنين فقدتهم اللي كانوا معهم هذا لا واحد منهم لابسني مقلب السنة دي كلها طلع مقلب والله يا رجال انه اختلفنا اكبر خطا ترى والله العظيم انه اختلفنا ها ازيدك في البيت شفت ذولا اللي اخرعونا قد اخرعوا ناس ان كانوا زلدي في امكانهم اخرعونا مقالب اي اخرعوا ناس جايين في الوادي وقالوا خلنا ندبسهم كاشتي اي من الجماعه يوم دبسوهم والله العظيم تجاهلوا كل الركب موتر وخلوا موتر وخلوا القدر ياخذوا العيال القدر يدزون به ويعلمونه بالاخير يا ولد العلم سلامتكم عنا اللي خذينا القدر ربع الرعاة ترى يجيك بلا بلاد يا تنصرع يا دوخ يا يجيك بلا أيوة. اي خوف خوف اسقط قلبه قصدي سقطك قلبي مره جالسين شباب عندنا في الديره احنا خابرين جلساتهم انا معي اربعه من العيال خابرين جلساتهم يا سلام وجاي لهم في حيد ضلع يروع علي ما يتروع الموقف يا ولد ايش رايكم نروح؟ نقدر نروعهم. قلت يلا مشاء طلعنا الجبل كبير. وقفنا سيارتنا هنا، هم جالسين ورا الجبل كذا. طلعنا الجبل في الليل. ونزلنا عليهم من فوق. الساعة واحدة ثنتين. وخذ الحذف. ما حصل. يحذفونكم. حنا نحذفهم.
يروعونه. ايه حل بدايه وصياحنا وحالتنا حاله ونصيح ونروعهم خشوي وهم يسكتون بعدين تدخل بالصوت عشانه. ايه واحد يصيح هنا لا صح إيه. واحد يصيح هنا وشوي واحد يقلد صوته ويلي عيبتي ولي حذف معنا واحد اشتف على اشتف على حذف يسار ما يخطي ما يخطي مع جن في يده اشتري يسار ذي والله اشتف ولحوة جبه منه والله يومي حذف لا صوت يا رجل خم تقول سكتو خم ثم خابطة فرد ورجل تروع أدري معاهم واحد مدري فيه ضغط مدري شو مشكلة شغلوا سيارتهم وصياحهم وافزع افزع واركب وادادادو كلها راحوا وتلو السيارة حلو مو تنوضح تضلع ايش تنوضح دق عليهم ما يردوا بنعلمهم يا ولد ارجعوا حنا ارجعوا بنجلس معاكم نبغى نسولف نبغى دق ما يردوا دق ما حد يرد ارد الا وصدي يوم اخذنا ساعة ساعة لا واحد منهم يدق علينا ها ايش العلم؟ قالوا انت معاك روح ترى يفضل حنا نروعكم قال الله يبارك فيك انت وياه انت وفيكم وانت اللي يعني اللي فيكم ما يخطيكم ما شاء الله ويعطينا وكلامك قالوا كفلان انصر معنا شان النجم ذي الشياء شان النجم ذي الشياء طق له على جنب معنا في المستشفى ها علومه قال الله شو طيب و... فكها الله يوم اخذنا ساعه له يدق علينا الرجال زعل عليه ما هي بطريقه يدعي علانا واخذ زعلان علانا اخذ الاسبوع هو زعلان يلا رضنا هبل من السوالف يا ابو معدي ويهون الربع احنا عند البل وشادي الكلام ده مبطين منه في تربه وبعدنا كانت ببساطه المهم وممسين عنده يوم اصبحنا الصبح الا خالي يدق لها علاج يبي يعطيه الناقه، الناقه عندنا وجعانا ونمر اخوي صغير عندي واحد من اخواني قال نمر الصبح تو الساعه 7 عاد اصبحنا المهم وهم وهو في برا غرفه العمال ويدق في النجر ثوم وما ادري ايش معه والحقه ظما عندي نمر هو يلحقه ظما كم عمره؟ صغير يا رجال 3 سنين. يا مشي وسوى ها يا دوب تسمع الهري وشيء تفهم شيء ما تفهم. المهم ما تعالى ما خالي الا يسمع خالي كان ذاك الليل يسوي علاج الناقه عند خالي فيصل يسمع الكحكح اللي في وسط الخام كحح الموت دخل الا الا من ستح ظهره ويكح الصبي ذا الصبي ذا وجه ميت انقطع النسم اذرع أثرة علبة البيبسي مليانتنا نص ايش اسمه غاز اي حقت ايش اسمه حقت الفوانيس وحقت ال ويحسبها ايش يحسب عصير يقول بها قطة اي ويبلع لسانه اي وخالي يحط اصبعه يخرج يبي يضر الانسان هو يقعد اغتنم وقام يحط حرته يقفط اي وسحرت يا خالي على ابوي يا بدر ابوي نايمين في الخامه في الدكه ويظهر ابوي على المستشفى يضربه المهم المستشفى يضربه بعد منه حوالي 30 منها احنا نسند على ضربه على المستشفى الطواري المهم دخلوا على الطواري على الطواري طال عمرك ويدقون بين شو اسمه الاكسجينات مدري ويش والناظور المهم قالوا لو انه كملنا نص ساعه بس كان روح ايوه الله يسلمك قال ابوي ما ظهر منه لين نعرف علومه كلها نبره سالم هري اهم شيء سبحان الله هالسوايل تمر شره انه هو اختنق قال له اكل الله وعاد يوم وصل هناك لسانه والله الله اظهر لسانه لسانه يوم راح التوى وطلق يلا يا رد ظهر اكل الله الله يسلمك يلعب واحد من العيال يلعبون ويبحث الظما يا بالما يروح يفتش في الجراك الكبار ذي هم 6 ريال هذا واحد معبي الديزل وفاق الجرك فيه نص ويروي ظما قق حشرب ودوا له مستشفى وغسيل معده يا حتى حاله بعدها سمن سمن
ذبحتها على طريق والله والله اني صادق تدلني من بعدها عقراها والله انه شو من بعدها قربت عليها في واحد من ربع انت معك سلام انا قال سالم في مس رجاله في مس خوي اللي من الجماعه اللي يمون عليه جده ويمون عليه جده وروحاتي وجياتي اغلبها معه يوم عينت لي الرجال مختلف الرجال إيه ما هو باللي أنا خابره ماسك الدركسون كده محندر محمد يا محمد يا محمد يا محمد العلم يا محمد لين وقفنا يطلعون السلامة وقلت أنا ما أنا ما أدري وش العلم نزلت ام راح لليوم الثاني جاينا عند المسجد جاي وراكب في السياره والسياره ما فيها الا شوي بنزين شوي جيب ما فيها الا شوي بنزين العرب يصلون وهو في السياره ادق الباب ولا تفتح ولد للرجال مختلف هاني وراك علم معي انت ولد للذاع واحد اني قرب له جيت قلت ولد ايش علم الرجل قال رجال فيه مس حاول انك تفتح السياره وتاخذ مفتاح ايه يا شريك طريقه سلسه يعني ايه ويوم درانا اخذنا المفتاح ينزل من السياره وينفر الله يرجع لنا هداك الشوك برجليه الله يكرمكم ما يحس فيه كربت ما يحس فيه ما يحس بنفسه انا اخش انا اخش اروح وراه اوب 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 يلا يلا وانا ما ابغى اضيع الرجال لا يروح ما ابغى اضيعه وراه 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 ونبلغ مركز الشرطه ويجون مركز الشرطه ويدورون معنا يا ولد يدوروا الجماعه وذا وكلهم بكشافه في شب واللي فوق السياره يدور واللي ينادي والشرطه تنادي محمد 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 وانا ادور في الوادي وعاين في شجره سلمها كبيره ما خليت الرجال بجرته خلني اعلمك ليها كذا احنا يا في برنا في وجهك انت بجرت رجال يا واجد اليوم شوف سلمها كذا وهو تحتها وقايل كذا يا ويل ويل قايل كذا ضامن نفسه وصيح انا ما عاد فيني نسى من كثر ما طردت ومن كثر ما ادور وكل ما سمعت حاجه طق تحرك دزيت ورا هسعى عايم ما لقيت واصيح في الربع يمسحت في الربع محمد عندي محمد عندي يوم عاينت لهم جوي ينفر ويدز وانا اصمل وراه اصمل وراه والله يا رجال ما فيني نفس اصمل وراه ابغى الحق ابغى دفه ابغى دفه ابغى دفه يوم قدني عاد عنده لي واحد من العيال بسم الله عليه سبوق ليهم جاوا دف ليه على وجه الدهرب الدهرب واجلس فوق انا واخوي تحرك فكوني فكوني هاو. يا ولد قم تكفى يا محمد تكفى يا محمد تكفى يا محمد جيبوا لنا السياره جيبوا لنا السياره ركب الغمره الثانيه واحد يمينه واحد يسار وماسكين يديه ويصيح وينفر ويضرب لا تقول الاخير يوم قدنا يا طوال عمره السلامه دخلنا في بيت واحد من ربع ونجيب له واحد يقري عليه اقرا عليه وعانوه يطعون السلام راجع في واحد عندكم في تربه يقرا ايش اسمه بن عريج الله الله يعطي خلطات زي كذا ويقرا الله الله وديه تربه ويتعالج وله اموره طيبه اغلب ما يجيه البلد ذا في الشتاء ما يجيه الا في الشتاء اغلب شيء الصيف وذي كلها معنا محمد اللي خابرين يختلف علينا لما جاء الشتاء يختلف علينا هذا واحد هذا واحد قرينا عليه طاب احيان واحيان احيان واحيان رجال حتى ماله نفسي طيب انا رجع جاه نفسي انا بعلمكم واحد بقول لك انا بزرق لك خذ راحتك خذ راحتك هذا واحد وعود عليكم انت هذا لوس انجلس اي دلها قبل لوس انجلس بعلك بعلم ابو بعلك بس بالسالفه يعني جن اكشن على الخشب بعطيك من السوالف المليحه المليحه يمين درس ابتدائي كان منصور اخوي اصغر مني بسنه السلام المهم كان رجال طال عمرك حاط النقره
في نقري وفي نقري منصور أخوي، وأنا في الساعة قلت البيت رسول ويجيني واحد يسحى منصور أخوك تلاقيت مع فلان تلاقيت مع فلان، منصور صغير مني وهذاك رعية قشر. المهم وأنا أدخل البيت رسول دخلت المدرسة اللي هو قدامي عند مكتب المدير، يرى يجي وأنا ميت وأنا وبزجل عليه وأنا أجي كسعى معانا على أجزاء المحقة وأجي كسعى منصور أخوي قدمه هو هنا وأجي كسعى وأجي كسعى يوم أخطأ في تبع أنجفه وتل منصور أخوي وأنا استاق منصور منه. الله لا يعيدها فزعه بس اقول لك قعد ايه اخلف وجه اخوه فجرت وجهه وانا استقى منه يا ريجي وانا ودك قعدت يا ريالي خلاص ارتاح اخلف وجهه يا ريجي سكت منه وانا انجلط واصبره واصبر يا عمي والمدير جاك شيء جاك شيء المدير موجود ما عاد بالله تكلمني مقبول جاك والمدير قال ما شاء الله هذه الفزعه هذا الفجر يا الكلام وانا نعمي يرى يجي هو موجود وانا لازم انا وقفته في غرفة المدير وانا صك باب غرفة المدير ومن وين ما تونس بس الدعوة ما بتسح الدعوة منصور يوم خلاص انا عاد وجاء منصور وجاء قبل ما يجيبون الخد قال عندك كبره غير فزعة العجلة انا شد يوم جابوي كنا محمد مناح يوم جابوي ايش قوم وجهك استغفر الله تشمت يا ولد كان جايين يفزع راح ايش فيهم ويسوقني بالبوكس يقول هبل ابوي جاء كان ايش وجهك على ما مورم اللي هابدك ما يد اخوي احنا عند المدير والمدير جالس يتقهوى يضحك قال وهي تمر المدير قال والله هو ريان اخوي جعله يا سلام يبا يفرع بينهم هو يتناوش اخوه ابوي اصبرني لا العجالة وأنا أبوك العجالة تفاد تقول أخي يدك عجل والله إني خسر والله إني قدس والله إني خسر والله إني قدر عتري واحد حسبنا غصبنا هذا إني رعتنا مع عمي واحد من ربعي يفرع بين نسوان تضر أسلم رنجي فولي قالك أسلم أنا بزورك عجل أنت أولا سنجلس أنت كبيت جلس قريبا رح مراك عجل مساء أفادوا العيال طروا الجن عرفي واحد يا الربع فيها اثنين مو بواحد اثنين جنية ايه ترى يجي يقولون يجي في الرجال جنية جنية وجني كل اثنين ايه وهو صغير عمره يمكن 15 حول ركب مع عمه فيه مشكلة في رجله ما يقدر يمشي مسافات بعيدة ما يروح وراح صحراء وانقطع السيارة عليهم بنزين قدامهم عرب قال عمه رح لا العرب ذولي استفزعوهم خليهم يجونا فازعوا قال طيب مقطوعين ايه تعرف الفرع خايف صغير وينزل السيارة يركز رجله ساعي يركز رجله لين دخل على العرب يوم دخل عليهم قال افزعونا طق وينصرع ايش؟ افزعونا طق وينصرع اللي هو عم ما هو عمه الورع دخل على العرب اللي راح يستفزع دخل على العرب يفزعونا وانصرع وخذ عندهم شو قشطوه بالمو قشطوه لين صح على هم قال عمي انا وعمي منقطعين بنزين هنا وجيت عادي وتعبت قال اركب ودونا العم يفزعون له بنزين يوم رجع على بيته ينصرع مره ثانيه ودوه المستشفى ويصحي وياخذ حوالي اسبوع كل يوم هو ينصرع ايوه وش هذا شو مشكلته قال ودوه الشيخ قاطع ودوه الشيخ يقرأ على الشيخ ويطلع فيه جني تلبسه على طول ينفر لا من سبع على طول قال وش ثوابه ليش قال هذا هدم بيتي ودعس عيالي ادري ويش ويقرأ على قرأ الآن ظهر منه ويوم صحوري وش تذكر ما قال أذكر أني عادي وطحت لي فرض مثل الطين لطا وزلقت وطحت ماسك إيه وقمت وانا حسب يا رداغه ايه وقمت حطيت رجلي وراحت السنين راح زي كبر وعند بيتهم جحارة نمل ازعجتهم انه ما ظن ايه كب عليها بنزين وولع فيها النار اوه مسكن جدا ايه ما طق ولا عزين غير هو منصر كسر وقمت ولا انصر انصر
شيء لو ودوه للشيخ قرا عليها وقرا عليها وقرا عليها وقرا عليها ترد عليها ترد عليها حرمه سكنيه ايه امه ايه احرق عيالي ولا عيالي انت من جاي قالت انا جاي من بغداد ايش بغداد من بغداد جاي والله صدق يا رجل صدق والله ما تمسك خط اطلعي ما اطلعي ما قالت ماني طالع قالت ماني طالع ما طلع لا اسوي ممنون ما يعلو ماني طالع شوف انا جوز رفي قال ابوه من دورنا شيخ انذان وهو كل ما سمعت على الشيخ نفر هجت به كل ما هجت به قال ابوه وكلم الشيخ ابوه قال له ولد كل ما جيت وقلت له بوديك الشيخ ذاني هج قال تعني يا غفله قال طيب اركب وقول يا ولدي بك تديني مكان وانت واعد في المكان الفلاني انت واعد في المكان الفلاني وبنطلع قال طيب يا اركب معي قال اركب نبي نروح انا وياك مشوار قال يلا مشيت وروح فكان يوم جال الشيخ واقف من جنب الخط معي اثنين جثث معي اثنين جثث وقف جنب الخط ابوه يقفلون عليهم يطرحونه اقرأ عليها اقرأ عليها اقرأ عليها اقرأ عليها اقرأ عليها ما عيت تطلع ما فيها طب قالت ما اطلع انا ماني مذيته هذا ما عاد بذي بس بقعد معي خلاص وضرنا فيه لالي ادري طلعت ولا اعرس وجاء على عيال قصة قديمة ساحر والله اليوم شيخ شبت النار تجيبك السوالف شبت النار تجيبك السوالف تجيب اسلم هذه قصة قديمة يا طيب عرس اسلم يا ابو عبد الله الساحر ذا معروف كان معروف على مستوى القرية اللي فيه هو فيها الساحر قاري له كتاب من احدى الدول مشهور فيها السحر الله الله يقرض الكتاب ويقرض الكتاب لأن يصير يا طيب عمر السلامة له تحكم قوي في الجن له تحكم قوي له اسم ايش اسمها لا قال يا ركن اظن مدري ما هو ركن يا اخي له اسم هو ايش اسمه اسلم المهم صار البروفيسور حق لف العالي لف العالي رقيد إيه؟ يعني مثلا نبغى يكسر رقبتك قال كذا كسر رقبتك يا مريم ايوه الرجال طول في ذا الشغله طول في ذا الشغله هو متزوج ومرته تقول اترك له الشيء اللي تشوفه قال ما في شيء الامور طيبه كان يعاين فيها في زوايا بيته يشوفها واجد قوم يطلع قوم روح تفضل يلا فهمت يسريها يقول يعاين يا طويل عمر السلامه ذاك اليوم اللي ما ادري كيف هداها الله وجاله في حفل مناسبة ما ادري كيف هداها الله ان ولا على الله شيء يسهل نعم الله الله سبحانه سبحانه ويجي يطيع عمر السلامة في ذا الحفل ويتشهد هم يدرون الناس القرية اللي بين ويتشهد لا الله محمد رسول تاب خلني أعلمك تاب محمد مشروع ليهم نفروا عنه راح ما يتركوا خلنا أعلمك تقابل يوم جاء آخر الحفل مروح بيته ساري ليه هو هلا وراه وهو قد بيدخل بيته يفتح الباب يعين فيهم ليهم يتحرون كلهم يتحرون يرفع يده أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله طق أبرمو رقبته أكسر رقبته توفى يا طويل السلامة قدام أهله لكن الحمد لله أنه طاب تعرف أم الدوم تعرف الشيخ اللي فيها أسمع به سمعت سالفته يوم يقولوا لقوه في البيت شيخ يقرأ على الجن الناس متلبسة وجوه دخلوا عليها في بيته وقام رقبته مكسرة انفردوا فيه كفينا شره لكن مرة في ساحر
واحد بيشحر وراح تعاون الساحر وقال بكت اشحر لي فلان وازرفي ازرفي ارسل انتم معي عيال بيشحر له واحد وازرفي ارسل ما خلعني ارسل عليه من الجن ارسل عليه ازرفي هذا محافظ ايه يوم اخر شيء راح الساحر هو بنفسه للرجال قال انا بعلم قصتك انا اسحرك وازري فيك انت ايش تسوي قال اقرأك قال انا اصلي الفجر في جماعه واصلي العشاء في جماعه واقرا اذكاري هذا اللي انا اسويه بس وبعدها تاب الساحر الساحر معروف الحين تايب وشيخ بس ما هو من السعوديه دوله ثانيه يا رجال يوم تقول الجن حرقة الجن جت سالفة في زربة اسمع بالخليج كله كذا مبطل ناس اللي عندهم طال عمرك بيتم مثل الموضوع ذا وعندهم حوش في البيت عندهم عشارة العشارة اللي حلقها في الوادي اللي أكل الغنم الله عشارة المهم ودتهم بالعشارة في البيت ويجيك أنت الرجل ويولع في العشارة طال عمرك البنزين لين راحت شب يا ولد هو عقمه ولا هم في دبور اللي يدبوا شويات عيالهم تطقي شويات قزازهم تكسر شويات اللي حذفوا مع الجدار هم دقوا على المشايخ ودقوا الدرجة دقوا على العريفي عرفتوه عريفي ذاك ما يجيبونه ما أخلوا أحد اللي جاء والله ما أدري من الشيخ اللي جاء وتخاطب الجن معهم أبو من أبو العيال قال يا شيخ هذول يذبحوا عيالي اثنين تحت الشجرة ومن الكلام ذا وما أدري ويش قال عندي حل وش هالحل قال حالا هم يشدون من البيت يغيرون البيت يخلون هلنا ويجونا من فترة لفترة يعني إجازة من فترة لفترة اشتغل القصة دي المهم قال هو بدأ ما عادنا بلا لفقة لكريتيب المهم وش اسمه ويتعاون الجن يصير صحيب من ابو انتي هلب جميل اللي ولع في الاشاره ايه ويصير زميل له ويعلمه بعلوم يعلمه لكن من السؤال اذاهم لدرجه ولد بزارينهم الصغار يظهرهم من البيت يظهرهم يا ولد لا جننهم عشان كذا قبل تسوي كل حاجه سم بالله سم بالله كب المويه الحاره سم بالله قبل ما تكب بسم الله طفي الضوء سم بالله اي شيء تسويه اجعل قبله بسم الله بعدها بسم الله يا رجال واحد انا ابوي اقرا واحد طال عمرك في الكليه الامنيه طالب ومعهم عسكري رفيق له العسكري بقيمي ورفيق له داقن عرف يقول له ابوي بقيمي قال تعرف لنا شيخ ان يقرا شيء الرجال طاح علينا طال عمرك تكلمت عزانه يا ولد قال الله الرجال بالفصل قال ما بكمل هو في دور الكليه حلو المهم ويكلم ابوي والله انا اذكرها الكلام ذا قبل 24 حوله واطلع انا وابوي طال عمرك خذ راحتك طلعتك واطلع انا وابوي جهه الكليه يوم طلعنا اليوم الرجال طال عمرك دخل عاد ابوي وحطنا في غرفه ويقرا عليه ويقرا او يحط لي ما ينحط شيل ابوك حط ابوك الرياجيل ثلاثة رياجيل معوبلينه طال عمرك الا الرجال ما في حيله معها واحد تنحق المهم يوم تكلمت قالت يا شيخ هو حرقني كيف 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 قالت صب الماء الحار علي وذبحني يقولها لا المهم قرا عليها ليه ظهرت شوف ترى الجن تراه محتال يتكلم بس يسوي ولا ما يسوي شيء ما يسوي لا يذي عليك أيه. انت تذي عليه الرجال انت ايمانك اذا ما قويته والله العلي العظيم انت تاكل ثراء في دبور ماشي خليك طال عمرك متوكل توكل بالله اقرا تحصينك ومصلي تبجح لا عليك لا طلعت من بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله والفلق والناس وقل والله واحد والكرسي اقرا يلا لا احد بجاي حفظك الله ان شاء الله ايوه اي جاي سوالف من عنا من رهيب تروع ها الموت
والله أحب السوالف أنا جدا يا رجال والله العظيم سوالف حلوة السوالف والمقالب أرتب مرات حنا يوم عاد أيام الحطب بيع الحطب أسلم وشارينا حطب وكنا وقفة الحطب نوقفها في دور جرش في كبري جرش أنت خبر كبري جرش معروف كان لعانك لا جيت مع كان جاي من الرياض طال عمرك تبى خط الدمام دور تبى تنزل على جرش أنا من جوك مين كنت طلالات ولا الله الله معروف كنا أيام البسطات البسطون بقى المهم وأنا من أول أشتغل الغنم واشتغلتها الحطب واشتغلت الخضرة واشتغلت التمر واشتغلت اللي تبي كل اشتغلت المهم وقتها كنت في متوسطة ويجيب خوالي واحدة من خوالي قال له مسي مسي على بالخير هنا ما عليك سود هذاك لا شفته تقول جدي على حصى الشكل الزول زول والحلايا حلايا المهم وكان عنده تريلا ويوقفها في برمة في برمة مخيم واحدة من الخوالي في جرس في البويب لا في البويب إيه؟ وهو كان يجلب للسوق إيه؟ يوم جاء ذاك اليوم ونزلوا من الدنة هو مع ثروة أثره يوم ركب والموتر غرز أثره يوم ركب وعشق الفرح على الكفرة ويرفع ريه يوم يشطر عمرك والفروة مع الكفرة هي تقوم تأكلها تستحبه لين حطته تحتها إيه وتوطاه منه على البخت يتوقف عليه تقرت ما عنده إلا واحد بالعيال خالد ركي يصح لي يا يصح لي يا تعيد طلع عمرك شاف الموت وكله انزل هكه طريق تغريس اوه يا رجال يا كم غرزنا يا يوم من الايام انا معي الهيلوكس الهيلوكس دي كافحت معي احلى ازينه هيلوكس دي يا ولد حقت المناصر وقديمه ويجيكم يا طول العمر والسلامه طالع انا وجار لي صالح بن علي راح يجعلني فداه اجيك اخذه وقلت يا ابو علي مشينا ابوي كان يقول لا تطلعون سيو لا تطلعون سيو اي والسيل صافي السيل ابطا قلت يا خلنا نتمشى نشوف الوادي تحت جاهل خضار جاهل قال مشينا ونمر البقاله وناخذ لنا عصير ونمشي مشينا ومعبين السياره بنزين ما لا علينا فيه رجال اللي قالها رحية يا مرحبا ونجي قطع السلام هننزل وندز تقطعوا ايه نزلنا الوادي نزول وندز انا والرجال وانقطعت الابراج ونزل يوم قدني مع هذا المقطع اللي هو حل على الموت اللي هو لقيت السيارة فيه يلف الكفر كله لكن ما تمشي تقرر حصلت قلت اي والله ويجي يطلع السلامة نعاي والله العظيم اني حاطها في الاول وادعس لاني محلي والله ما تغير اموت ذاك خاطر وانزل انا واحد وينزل خويي ويركب في الصندوق وانزل انا واركب في الصندوق احنا نبغى ابراج عادي ننزل على رجلي ما بس سيل السيل صافي يمشي يطين ايه؟ صافي الابريش المهم ويجي يطلع السلامة قلنا يا ود ما ودك نحط هضاب تحت الموتر عند الكفر حط الله نحط سعف نحط جريد نحط كل شيء عرب الموتر يلا يا دور اي يا الله العلم صلف وانا ما عينت فيه ما علمت ابوي صلف ادق على كرك على ابوي قال ابوي وينك دق علي لزم ابراج بسيطه يمقدني فوق ذا قال وينك قالوا عطنا معك كلنا